السلام عليكم. افرض انه يا اخي عندك مراح تيران وما بترفع ربع حق لحمه للجيران، تفتكر انه باكر بينفع السجمان بعد ما تفوت تودع ويرفع الصيوان؟ نحن ما بنقول مظهر زيف، تعال فتشنا جيبنا غسمنا مسي نظيف، دافي رجودنا طامح ما بيثبت وقيف، كرمنا سباحه ملك كرم اللي بيكون شي الطيف. زي ما الدنيا بتقيس الرجال قاستنا في كل المحن، اول بشر كاستنا كانت دايره تشرب ضحكه بكاستنا، لكن أبشر. بالثبات فوق للنجوم واستنا. ابشر الله ابشر المر ضقنا اول ابشر الله ثم بعد ارتحنا اكلنا القشره كسره حتى ضقنا قمحنا. ابشر الله عملنا الواجبه ما قصرنا يوم في محنه، جناح أبشر. جبريل محال يقدر يغطي سمحنا. ابشر الله أبشر. عارف الجنه ما بجيبوها بالاعمال، أبشر. وعارف الدنيا ما بجيبوها بالآمال، إلا بلدنا لسه فيها ناس كمال إيديهم تدي في الصدقات يمين وشمال. أبشر أبشر قوي أبشر. المال عيد أبشر. يمين بيرفع مكانتك أبشر. فوق ما تقول لي تواضع ولا حب أو زوج. أبشر والله جيبك هل بيجيب جنبك هناك في السوق وقت الحارة ما بينفع صديق لعشوق أهلك قبل تهلك كان زمانك وعدة أبشر. وقانون التكافل والتعاون قدة، هسع شد ذراعك وللمحن اتحدى وقت الحر بيتعلق قصب ما ردى.